تخدمي نفسك؟ سيدة كعباش فاطمة من مدينة لاهور. وشنو هو الصناعة تاعك؟ صناعة الزربية والصناعة التقليدية عامة. في الغواط عندكم شابات يخدموا معاكم، تكونوهم جمعية؟ كاين تكوين جمعية، كاين تكوين العام اللي فات كنت دارت لهم تكوين. شحال الطبعة تاعك تاع الصالون؟ وين هنايا؟ اه عندي 8 سنين. وقبل كنت تابعة لمركز الصناعة التقليدية، هما اللي كانوا يجيبوا المنتوج تاعنا، بصح ما كنتش أنا اللي نمثل، كان يمثل واحد السيد في بلاصة. وهذه الطبعة تاعك الثامنة هذه راك فرحانة بها؟ لقاء تاوعك اللي تلاقيتي معاهم مع أنا تقريبا نجي في وجوه الزملاء ولا الناس اللي كليون يشرو من عندي وحبابي وكل شيء، ومام حتى فما يتصلوا بيا ونتصل بهم، وبيني وبينهم العمل مام في ولاية الأغواط ولاية الجزائر. انت تكلمتي لي على الصبغه الطبيعيه، راكو تخدموا على الصبغه الطبيعيه ولا مازال؟ الصبغه الطبيعيه نخدموها سيكومون. داكوغ، علاش؟ على سؤال القلق نتاع الصبغه الطبيعيه غاليه. بصح لكن الصبغه الطبيعيه مليحه للصحه. مليحه، حاجه مليحه، كل الحوايج الطبيعيه مليحه، مام الصوف، مام الزربيه، مام الكحل، مام مواد التجميل، كل حوايج طبيعيه، الماكله طبيعيه، اكل طبيعي، هو كل شيء طبيعي، هو منفعه. يعني واحد خير يشري زربيه منسوجه من عند مراه طبيعيا ولا يشري هذيك الزربيه تاع البلاستيك اللي راهم مخدمينها في؟ انا من رايي وبلا ما راني حرفيه وهذا رايي نعطيه للجميع، عندها الزربيه هي عاده ابائنا واجدادنا، وكانت الناس تستعمل بها، ما كان عندهم مرض، ما كان عندهم، ما كانوا ياكلوا في الاواني نتاع الطين، الحلفه اللي هي حتى النبته نتاعها راها مفيده للصحه، العود، الجلد، الصوف، هذه الحوايج اللي كانت الناس منها، كانت كل شيء طبيعي، مام حوايج التجميل كانت طبيعيه، كانت المراه تقعد 80 سنه الفم نتاعها جديد، السنان نتاعها يقعدوا جدد، العين نتاعها تقعد صاحيه. دركا شوفي كيفاش ما تلقايها عندها 40 سنه ولا اقل، تلقايها ما تشوفش، تلقاي الفم نتاعها راح غادي مش مليح، كلشي الحوايج الطبيعيه ننصح. المهم حتى رانا درنا في الجمعيه تاعكم درنا حوار على الحلفه كيفاش نديرو منها، على الدوم، على الجريد، على كل شيء، وكنت انا ان شاء الله من الفائزين فيها. ان شاء الله ان شاء الله.